اشتري امتى؟ النهارده. ولو بعد 10 سنين هيبقى النهارده برضه، ولو من 10 سنين فاتوا هيبقى النهارده برضه. The right time is now. دايما دي قاعده في العقار تحديدا، ما تندمش على فرصه ضاعت وما تركزش في اللي جايه، ركز في النهارده وفرصه النهارده اللي انت هتشتغل عليها. اشتري فين؟ على حسب الاوبجكتيف من شراك للعقار. انا محتاج اشتري العقار ده عشان احافظ على فلوسي، ولا محتاج اشتري العقار ده عشان يزود دخلي لما يحصل عليه ابريشيشن واقدر ابيعه تاني باي تو فليب، هشتري عشان ابيع مره تانية، ولا بشتري العقار ده عشان ازود دخلي من سستينبل انكم او من دخل مستمر ممكن يخش عليا بمرور الوقت. كل دي حاجات تغير في اختياري لنوع العقار والمكان اللي هشتري فيه. الساحل الشمالي مثلا كان من افضل الاماكن اللي فيها استثمار في سنة 24 بعد صفقة رأس الحكمة والرواج اللي حصل. العاصمة الإدارية الجديدة على مدى الأربع سنين اللي فاتت كانت من الأماكن الواعدة، ولا زالت من الأماكن الجيدة جدا اللي ممكن الناس تشتري فيها بشكل أو بآخر. ولكن العاصمة الإدارية هي طويلة الأمد somehow. لو رحت على التجمع الخامس أو رحت على غرب القاهرة هتلاقي الأمور أفضل شوية، وهكذا. إزاي؟ زي ما أنت بتدور على مستشار قانوني وأنت داخل محكمة، مستشار ضريبي وأنت رايح ضرايب، دور على مستشار عقاري وأنت رايح تشتري عقار، لأن دي ترانزاكشنز أنت بتعملهاش كل يوم. أنت كعميل محتاج وأنت بتشتري العقار بتاعك تدور على حد يكون عنده دراية بالمناطق، عنده دراية بالمشروعات، الفرص الاستثمارية والفروق ما بين المشروعات من أماكن لغيرها وهكذا. ده اللي بيجيبه لك وبيلم لك المعلومات دي كلها مستشارك العقاري اللي هيناسب إنه يختار لك الوحدة بتاعتك بشكل جيد.